الأيام اللي فاتت الأسواق المصرية شهدت انضباط ملحوظ في مسألة توفير السلع الغذائية اللي بيحتاجها الناس، وده نتيجة الأعمال المكثفة اللي بتقوم بيها الأجهزة الرقابية والحكومية، ومن بينها منظومة الشكاوى الحكومية اللي بتستقبل شكاوى الناس على مدار الساعة، وبعد كده بتقوم بحلها على الفور من خلال التنسيق المستمر اللي بيحصل بين كافة القطاعات والوزارات. خلينا نفهم أكتر عن الموضوع ده. معنا على التليفون الدكتور طارق رفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. صباح الخير عليك يا دكتور، وعايزة حضرتك تقولي لما المواطن بيتقدم بشكوى إيه اللي بيحصل وبياخد وقت قد إيه؟ صباح الخير على حضرتك أستاذة هدير. أهلا بسيادتك. صباح النور يا فندم. اسمحوا لي إن أنا أتقدم بالتهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة عدد من المناسبات اللي بنشهدها اليومين دول. كان بالأمس القريب ليلة النصف من شعبان، ثم بالأمس يعني احتفالاتنا بمناسبة ذكرى استعادة طابة لأحضان الوطن، ثم النهارده يعني بنودع فصل الشتاء وبنستقبل فصل الربيع، وبكره إن شاء الله بنقول لكل أم مصرية كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة عيد الأم. كل سنة وحضرتك بخير يا فندم. كل أم غابت عن دنيانا. بمناسبة موضوع الشكاوى، احنا الحقيقة بنحط موضوع الشكاوى والتفاعل معها ضمن إطار أكبر، وهو التواصل الكفء الفعال بين الحكومة والمواطنين، واللي بتحرص الحقيقة على تنفيذ الحكومة بشكل لافت للنظر خلال الآونة الأخيرة، والتواصل الحقيقة في اتجاهين، لأن ده الحقيقة كله بينعم بيه المواطن المصري في كل ربوع مصر وبينعم بفوائده. زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة، احنا بنتلقى الشكاوى من عدد من المصادر المختلفة، ومش بس بنتلقى، الحقيقة عندنا تعليمات من دولة رئيس مجلس الوزراء بأننا بنرصد الشكاوى والاستغاثات المختلفة اللي بيتم تداولها في وسائل الإعلام المختلفة أو على بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على موقع الفيسبوك أو السوشيال ميديا بصفة عامة. بيتم تلقي هذه الشكاوى ومن خلال الحقيقه يعني شبكه الكترونيه مؤمنه بتربط المنظومه بكافه الوزارات والمحافظات وباقي الهيئات الحكوميه المختلفه، يتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، وعندنا فريق المتابعه بيتولى التنسيق مع الساده المختصين بجميع الوزارات للوصول الى افضل استجابات ممكنه لصالح المواطنين. الحقيقة ده بيتم على مدار الساعة وكل يوم، بيزداد أهمية ده حضراتكم في أوقات الأزمات زي اللي بنشهدها أو بيشهدها العالم كله خلال المرحلة الحالية، فبيكون من المهم إن احنا نكون قريبين من المواطن أكتر، نستقبل كل ما يعنى للمواطن، نتفاعل معاه بمنتهى الجدية. الأجهزة بتتحرك على الأرض حركة سريعة واستجابات مؤثرة، كل ده بيصب في النهاية لصالح هدف مهم جدا هو ضبط الأسواق خلال هذه الفترة، خاصة إن احنا زي ما بنقول يعني على أبواب قدوم الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير. ده طبعا بيتطلب تنسيق كبير مع الأجهزة الرقابية في المحافظات، لكن عايز أتكلم حضرتك عن نقطة تانية. يعني المنظومة كل شهر تقريبا بتطلع تقرير بتتكلم فيه عن عدد الشكاوى اللي تقدمت واللي تم حلها واللي لسه بيتم بحثها أو توجيهها حتى للأماكن اللي هتقوم بحلها سواء الوزارات أو غيرها. خلال الشهر اللي فات عدد الشكاوى اللي تقدمت قد ايه؟ حلينا قد ايه؟ احنا طبعا ملاحظين انه خلال الفتره اللي فاتت الشكاوى اللي كانت بتقدم والاستفسارات عن كورونا قلت بشكل كبير جدا. دلوقتي هل في شكاوى كبيره فيما يخص احتكار السلع او غيرها؟ يعني زي ما حضرتك تفضلت، كل شهر او مش كل شهر يعني كل يعني فتره معينه بيتم يعني في تقارير دوريه بترفع لدوله رئيس مجلس الوزراء، ثم وفقا للتكليفات اللي عندنا او الملفات الرئيسيه اللي بتشتغل عليها المنظومه بالتنسيق مع الجهات المختلفه، بيتم ايضا رفع الامر امام دوله رئيس مجلس الوزراء كلما تطلب ذلك، وسيادته بيوجه كافه جهات الاختصاص بسرعه التفاعل وتحقيق الاستجابات اللازمه لهذه الشكاوى لصالح المواطنين في كافه انحاء. زي ما حضرتك تفضلت، في وقت من الاوقات كنا بنلاحظ في التقارير الماضيه ان ما يتعلق بموضوع فيروس كورونا والتداعيات بتاعته وتوفير اللقاح والتعامل مع المراكز المختلفه، كل ده كان يعني فارض نفسه كان موجود وكان بيسمع من خلال الشكاوى والطلبات اللي بترد للمنظومه، وكان بيتم على الفور التعامل معها بمنتهى الجديه بالتنسيق مع وزاره الصحه واجهزتها
المختلف. ايضا زي ما حضرتك اتفضلت كده بدا شويه في تراجع، وكلنا بنلحظ ده، في تراجع في معدل الاصابات اليوميه، في يعني التقاط انفاس كده شويه في هذه النقطه، وبالتالي المنظومه حساسه لذلك، لان احنا دايما بنقول المنظومه احدى اليات الحكومه لل يعني استطلاع الواقع ومعرفه ما يدور في الواقع وارض الواقع، فهي يعني حساسه لما يدور في الواقع. صحيح. بنلاحظ في الاوقات اللي هي بيبقى فيها ضغط ما على خدمه معينه او على قطاع معين ان الشكاوى بشانه او الطلبات بتتزايد او البلاغات بيتم التفاعل معها، لما بتهدى الامور او يعني بننتقل لامر اخر. دلوقتي زي ما حضرتك برضو تفضلت في سؤال حضرتك، بمناسبه ان الموضوع هو موضوع الساعه، هو موضوع يعني الاسعار، التحريك اللي حصل شويه في الاسعار، فمش بس تحريك الاسعار لكن الاحتكار ايضا البعض. ايوه زي ما حضرتك تفضلت، تلاعب بالاسعار، ومش وكمان في البعض بيستغل الفرص من بعض الخارجين على القانون، بيحاولوا ان هم يعني يتاجروا في بعض السلع اللي هي غير مطابقه للمواصفات او منتهيه. دور المنظومه طيب يا دكتور طارق في مواجهه ده ايه؟ دور الحكومه يمكن واضح وظاهر امام المواطنين من خلال الحملات المختلفه، والحقيقه الحملات بتتم بشكل مستمر سواء في شكاوى او ما فيش، لكن الشكاوى بتفيدنا لان ممكن الحملات دي بتتم في بعض المناطق وتكون الشكاوى في مناطق اخرى، فالشكاوى كانها بتدل او بترشد الحكومه باجهزتها المختلفه على ان بعض مناطق خلل، وبالتالي بيتم اعاده توجيه المعنيين على المستويات المختلفه للتعامل مع هذه المخالفات ووقدها في مهدها. طيب ده عظيم جدا، حضرتك اشرت برضو في كلامك لنقطه مهمه جدا، انه ده بالاضافه الى حل مشاكل المواطنين، ده انا كمان بوجه صانع القرار الى انه يكثف اجراءات معينه في مكان معين جالي منه شكاوى، فبنكثف مثلا الرقابه في هذه المنطقه او في هذه المحافظه. مظبوط حضرتك، يعني هو دايما متخذ القرار دايما عينه على المواطن وعينه على احتياجات المواطن، وبعدين احنا كلنا بنهتدي بالقياده السياسيه، احنا شايفين جوله سياده الرئيس يوم الجمعه اول امبارح، كان حريص سياده الرئيس على انه يلتقي بالمواطنين في الشارع في مصر القديمه، وكان بيحاورهم وكان بيسمع منهم، يعني ومش بس بيسمع منهم وبيطمئن على الاحوال، لا كمان في بعض النقط بيسال طب رايكم ايه؟ شايفين الموضوع ده يتعالج ازاي؟ ده يعني في العلم بيسموه الحكم الرشيد، اللي هو بيقوم احد اركانه الاساسيه اللي هو مشاركه المواطنين، واحنا شايفين قد ايه الحكومه مهتمه بالمواطنين وبالتواصل مع المواطنين خلال هذه المرحله، مش بس كده يعني الحكومه بتتحرك وعندها الياتها في كل الاتجاهات، مش بس الحملات طبعا زي ما حضراتكم متابعين كل الشوادر وكل العربات المتنقله وكل الهايبرز اللي داخله في المبادرات المختلفه، سواء كلنا واحد او حياه كريمه، ولسه حضراتكم بتذيعوا ان في 100 كرتونه معده بواسطه حياه كريمه بيتم الدفع بيها وتوزيعها للمناطق اللي ما بتوصلهاش هذه المبادرات الاخرى، يعني اذا في تكامل وحشد لكافه الجهود على مستوى الدوله المصريه لصالح المواطنين للتخفيف من وقع الازمه، واللي بنقول ان الدوله المصريه بفضل الله كانت سباقه ومستعده لهذه الازمه قبل وقوعها، طبعا مش عارفين الازمه دي بصفه خاصه، ولكن استعداد الدوله المصريه لمجابهه الازمات وادارتها اداره جيده بشكل علمي مناسب. طيب دكتور طارق، الايام اللي جايه يمكن ومع اقتراب شهر رمضان، كل سنه وكل الناس بخير وحضرتك طيب، يمكن الازمه تتفاقم، ايه اللي بيحصل علشان نقدر نسيطر على الاسواق اكتر، علشان نقدر نسيطر على مساله استغلال بعض التجار لده، احتكارهم لبعض السلع، العقوبات المقرره لما بيتم الابلاغ عن تاجر بيتلاعب بالاسعار او محتكر سلعه ما، ايه اللي يعني بيتم الايام دي علشان يكون في سيطره على الاسواق بشكل تام واحنا داخلين على شهر رمضان؟ يعني كل الجهود اللي اشرنا ليها في كلامنا دلوقتي بيحقق السيطره وضبط السوق، ويعني الحد من اوجه وممارسات المختلفه اللي هي يعني بيبقى البعض يعني وهم قله في الحقيقه
بيحاولوا انهم يخالفوا او يكسروا القواعد. كل ده الحقيقه بيتم لانفاذ القانون. اجهزه وزاره الداخليه بتتحرك على الارض بشكل كبير جدا. يعني في اجراءات فوريه يا فندم بتتخذ؟ كل الاجهزه التابعه ليها، المحافظات والمديريات المختلفه، كل ده زي ما بقول لحضراتكم بيصب في هذا الاتجاه. والموضوع مش بس ان هي حملات، او وليس الغرض منها ابدا التضييق على حركه السوق، ولكنها بغرض ضبط الاسواق ولصالح المواطنين، لان الدوله دورها الاساسي هو تهيئه بيئه مناسبه لتشجيع استثمار وتشجيع التجاره، ولان كل ده في الاخر بيصب في صالح الاقتصاد المصري اللي هو بينعم بثماره في الاخر المواطن المصري. طيب صحيح. دكتور طارق، لو في مواطن دلوقتي شايف في المنطقه اللي هو فيها في اسعار بتزيد لسلع معينه، او في سلعه بيدور عليها ومش موجوده وفي تاجر محتكر هذه السلع، يعمل ايه؟ يتقدم شكوته فين بالظبط؟ يتفضل مشكورا بالتواصل مع المنظومه، وبنقوم على طول بالتعامل مع هذه الشكوى، الى جانب يعني الحقيقه كل الجهات المتخصصه اللي بتعلن عن ارقام لتلقي الشكاوى واستغاثات المواطنين، زي وزاره التنميه المحليه، زي المحافظات المختلفه، زي اجهزه وزاره الداخليه، زي وزاره التموين باجهزتها المختلفه، هيئه سلامه الغذاء، جهاز حمايه المستهلك، كل ده زي ما بقول لحضراتكم كلها هيئات وجهات بتتكامل مع بعضها لصالح المواطن. والمهم ان يكون في استجابه وفي سرعه حركه على الارض. والحقيقه احنا بنوثق حركه هذه الاجهزه وتفاعلاتها مع الشكاوى من خلال الوسائل المختلفه، والتقارير بتعرض اول باول وبيتم رفعها لدوله رئيس مجلس الوزراء. دكتور طارق، استجابة منظومة الشكاوى لشكاوى الناس، سواء حد معين بيقدمها أو حتى تفاعل الناس مع الشكاوى اللي بتحصل على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد كده بنلاقي استجابة من الدولة لده، انعكاس ده على منظومة الشكاوى إيه؟ والله انعكاس ده احنا يعني هو ده دي مهمتنا الرئيسية. لأن لما صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة في يوليو 2017، كانت المادة الأولى من هذا القرار أن بتنشأ هذه المنظومة المستحدثة والتي تقوم على الاستفادة الكبيرة من التطورات اللي حدثت بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسخيرها لصالح تلقي وفحص وتوجيه الشكاوى إلكترونيا للجهات الحكومية المختلفة وتحقيق الاستجابات المناسبة عليها. وزي ما قلت لحضراتكم ما فيش يوم بيمر إلا بنلاقي استجابات على أعلى مستوى، يعني صحيح. سواء من القيادة السياسية أو من مجلس الوزراء أو من كل الجهات المختصة، والتفاعل مستمر على مدار الساعة. صحيح. دكتور طارق رفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.